أكثر من 8000 قتيل في فلسطين، وانهيار المستشفيات في قطاع غزة، وضرب محيط المدارس التابعة للأمم المتحدة. القوات الإسرائيلية ما زالت تضرب بكل قرارات الدولية عرض الحائط، وتصم أذنها عن صراخات الأبرياء الذين وقعوا ضحايا للقصف الغير الآدمي الذي يواجهه سكان غزة. أما كمائن حماس فتثير المخاوف وتثير مخاوف جنود الاحتلال بعدما أحدثتهم من خسائر في صفوفهم. ما الجديد في قطاع غزة؟ هذا ما نوضحه لحضراتكم من خلال تغطيتنا. قبل الحديث عن أي شيء، فإن الوضع في الأراضي الفلسطينية والمناوشات ليس سهلاً ويعد معقداً للغاية، وهذا ليس بشهادة الفلسطينيين بل بشهادة العدو بذاته، وخرج ذلك من أفواه جنوده. فكشف موقع عبري عن شهادات عدد من الجنود الإسرائيليين الذين يخدمون الآن في الهجوم البري للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، والتي رسمت بعض ملامح المعركة الطاحنة التي يواجهها الجنود في حربهم البرية من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك رغم استراتيجية القصف الجوي السريع بالتنسيق مع القيادة الميدانية للقيادة البرية بالجيش الإسرائيلي. ومع استمرار جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، تظهر الشهادات الأولى من إحدى وحدات النخبة التي تعمل في عمق الأراضي الفلسطينية عدد من المخاطر الكبيرة والتي يواجهها داخل غزة، ومن ضمنها المخاطر الناجمة عن النيران الصديقة، وذلك مع إسقاط الأسلحة والمتفجرات من مسافة قريبة على جنود إسرائيل. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الشهادة الأولى تظهر من إحدى وحدات النخبة التي تعمل في عمق الأراضي الفلسطينية، وجاء فيها أن الجيش الإسرائيلي بعد الانتهاء من مرحلة القصف الجوي المسبق يعمل على تسيير مقاتلو اللواء في الميدان على طول المناطق المبنية سيراً على الأقدام بمساعدة الدبابات وقوات الهندسة والمدفعية. وبحسب الأدلة الحصرية من الميدان، فإن كتائب القسام والفصائل الفلسطينية تعمل على تشكيل رئيسي يعرف باسم اللدغة. تشكيل اللدغة، رغم إمكانياته البسيطة إلى حد ما أمام إمكانيات جيش الاحتلال، إلا أنه أربك الجنود والقادة الإسرائيليين. وبحسب القادة، فإنهم يخرجون من الأعمدة الموجودة في منطقة المنازل المدمرة ويطلقون مضادات الدبابات، وتقوم القوات الميدانية بمساعدة غرفة قيادة العمليات المعروفة باسم الكدامية والمتمركزة في الخلف برسم صورة استخباراتية سريعة وتوجيه بإجراء إطلاق نار بناء على احتمالين. الاحتمال الأول هو قدرة القوة البرية على التعرف على العدو وفتح النيران عليه، أما إذا كان بعيد المدى أو محاولة الاختفاء في الميدان، فيتم استخدام النيران الدقيقة من الجو أو الأرض بمساعدة المراقبين المتوزعين كقوات في الميدان. دعونا نوضح لحضراتكم أن قصف المنازل الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي جاء في صالح الفصائل الفلسطينية، لأنها تحتمي خلف الأعمدة الخرسانية التي تبقت من المنازل وتقوم بضرب قوات الاحتلال. ووفقا للصحيفة العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه حربا من الكمائن الفلسطينية، حيث يستولون على المنازل من أجل نصب كمائن للجنود وترتيب خدع عسكرية ليجر الجنود إلى كمائن حماس، وهو ما أحدث بالفعل من استهداف من جنود الجيش الإسرائيلي بأحد المنازل وأسقط عدد من القتلى. ومن أكثر الأشياء التي يشتكي منها جنود الجيش الإسرائيلي هو العدو الكبير للآبار والتي يخرج منها جنود حماس، حيث يقول الجنود داخل غزة أن عددها كبير جدا والأنفاق تساعدهم على التنقل من مكان لآخر، وهي أزمة ما زلنا نبحث عن حل لها. ويعد هذا الأمر هو أحد أسباب التقدم البطيء داخل المعركة،
ويصعب عمل الجيش الإسرائيلي. ومن جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض معركة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. أما مصادر ميدانية ذكرت لوكالة الصحافة الفلسطينية أن شهداء وإصابات خطيرة في مجزرة بحق المدنيين بمحيط مستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية 4 رشقات صاروخية مكثفة على الأقل تجاه تل أبيب. وقصفت كتائب القسام برشقات صاروخية متتالية من غزة. ومن المواجهات ننتقل إلى قطاع غزة، والذي يشعر مواطنيه بالرعب في كل دقيقة تمر بهم على أراضيهم بسبب عمليات العدو الخسيسة والتي تستهدف المدنيين. وللأسف الشديد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة. وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك شهداء وجرحى في استهداف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8796 قتيل و 22219 مصاب. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة أبو عاصي التابعة للأونرو في مخيم الشاطئ وتضم آلاف النازحين، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة. أما عن اقتصاد الاحتلال فحدث ولا حرج، فقد تسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب بصدارة قطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا والعقارات والإنشاءات. المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب تراجع 10.7% خلال شهر أكتوبر، مسجلا أكبر خسائر منذ مارس لعام 2020 وسط تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وغزة. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن العملة الإسرائيلية سجلت أمام نظيرتها الأمريكية نحو 4.8 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد. وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية. وبحسب بيانات بلومبرج تراجع الشيكل أمام الدولار الأمريكي بنسبة 14% خلال العام الجاري. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات ما يحدث في غزة وكيف تأثرت إسرائيل بهذه الحرب والمواجهات. نتابع مع حضراتكم كل جديد ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.